كتير صعوبة، وجلست جلسة عائلية أقول لهم بدي اسم اللي أركب عليه كل القصص، وفي الآخر رسيت على كشكش. بدي أحكي شغلي أنا اللي قد ببالغ فيها. حكينا عن الحزن في مجتمعنا، عن الموت، وحكينا وأنا بحكي على الفرح. إحنا منبالغ بالأحزان ونبالغ في الأفراح. لابننا بنعمل تعاليل شي جمعة، شي شهر، شي شهرين، للعروس ليلة واحدة ما شاء الله. بنبكي بشكل كتير وحش وبنفرح بشكل كتير وحش. في كتير شغلات وحشة في مجتمعنا مش لازم نستحي نحكي عليها. يعني أنا باجي أكتر منك بإني بلومش كتير المجتمع، أنا باجي بقول البيئة ليست دفيئة. أنا هذا مبدأي محمد، أنا بتصورش ولا مجتمع دفيئة. دفيئة يعني أنت بتحطه مع كمية أكسجين، مع كمية مي، مع كمية، ما فيش مجتمع بيئة ليست دفيئة. بس أنا عندي إيمان آخر لهذا الإنسان اللي بتوجه لي، إنه تعال أنت قادر إنك تبني نفسك من جديد. تعال نحكي عن الماضي، تعال، وهذا هو الببليثيرابي اللي أنا وياه بالمكاتبة. تعال نحكي عن الماضي، تعال نفضي. وببدأ هيك بقول له المشاعر ملكنا، احنا بنولد نبكي ونحزن ونغضب ونتعصب ونحب ونعشق ونوله ونطير تعال نيجي انا وياك اسا نبدا ننظم مشاعرنا، تعال نبدا نتحكم فيها. وانت بتامن وانا متاكده لانك انت ممثل بارع انه انت بتقدر تستحضر تستدرج لما بدك. عندي مشكله عويصه ومش ملاقي عليها جواب. مش عم بدايق أكل غصون هذا؟ لا، أبوي ما علمنيش أروح على الجنازات، يعني كانوا يروح على الجنازة من غيري وأنا الولد الكبير بالبيت. بحاول أخذ أولادي على الجنازات لما حدا بيموت، بقول لهم يابا حرام الواحد لازم 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 تروح تشارك ال 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 الجنازة، لأنه هذا بهون وبخفف على المصاب الأهل اللي عايشين. بقولوا لي منعرف هنش، بقول له حتى لو بتعرف هنش ما هن جزء من بلدك، في ناس بتروح من بلد لبلد ما بيعرفوهنش، بس تسمع بنادوا بالميكروفون واحد مات بروحه. شو جوابك عليه؟ انا مع محمد اني اعطي المراهق كل الامكانيه لانه يعترف. بحكيش على مراهق، بحكي على بالغ. بالغ، جوزي، مرتي، احنا عايشين مع ناس، يعني كل انسان انا عايش معه. انا مثلا امبارح اجاني انه انا اتفقت انا وياه انه نروح عند اخصائي نفسي، المره بتشكي لي انا وياه جوزها نروح لاخصائي نفسي عشان نتمرن كيف نربي اولادنا، وهو اللي بادر وهو اللي قال وبطل بده تلومه. اسمع اسمع كيف التدرج، بطل بده، اجى الموعد وبدنا نروح وهو قرر بدهش يروح. خزاني، فأنا قلت له أنا بروح المرة هاي، المرة جاي أنت بدك تروح. هذا عنف، هذا عنف محمد. أنا مش مع هاي الطريقة، لا مع الأزواج ولا مع الأولاد ولا، هذا عنف. قلت لها هو لما بادر وأنت بتقولي إنه هو اللي اقترح عليك، طب هو يعني معه ملء الحق إنه يتردد، معه ملء الحق إنه يقول لك انحرجت. تعطيه فرصة، أعطيه فرصة يقول لك أنا مش قادر، أنا مش جعبالي، بطلت. احنا بمجتمعنا كتير قامع، كتير منكل، فعشان هيك انا بدي اجي استنى الوصفات. الوصف محمد لجوزي، وهذا انا كتير بحب لاني عم بسمعونا كمان اهالي اولاد وازواج، حاجة نضلنا بدنا نقمع بعض، حاجة نضلنا بدنا نمشي كلمتنا على بعض. انا بدي اعمل فسحة مسافة بينه وبين ابني، بينه وبين جوزي، بينه وبين ابني الكبير البالغ، بينه وبين صاحبي، صديقي. انت صديقي، انا بآمن بشيء انت بتآمنش فيه. انا مستعدة هقول لك اياه، وانت لك الحق تكون مغاير. فانا واحد من الوصفات اللي للتربية الايجابية للقضية اللي انا بآمن فيها، انه اعطيه عبر عن مشاعره السلبية ومرات يكون فظ. ما تذكرتني لما توفى والدي، في أسلوب في الحزن بالزمانات وخصوصا أنا كبنت بصيروا يزقفوا وبصيروا يقولوا إشي. أنا كنت أصرخ نوحوا، يعني نوحوا، كنت أبكي وقالوا أنت شي غنوا،
بديش يغنوا، ولا أزال يصعب علي وأنا هالمرة الكبيرة كيف ابنك اللي بدك تاخده، يصعب علي الأخذ بالخاطر، يصعب جدا علي، بفضل أهرب. أنا هاي المرة اللي بتكتب بتفضل تهرب. فشوف، فهاي أعطيه يعبر عن مشاعر سلبية، أعطيه يعترض، يعترض يقول لك بديش يابا، أنا بديش، وتقول ليش ليش بديش. أعطيه يطلب المزيد يقول لك يابا هني عندهن ليش إحنا معناش. بتمرن. بس أنا بخاف. تخافش ليه؟ بخاف لأنه إحنا جزء من مجتمع، وكما علينا واجبات لنا حقوق في هذا المجتمع، وفي علاقات حميمية بين الناس تربطنا بين بعضنا، والفرق المشاركة بالفرح أو في العزة بشكل عام أتت، لم تأتي من فراغ. ولما أنا بنقطع عن هذه العادات كلياتها مرة واحدة وبعيش الانديفيديوال تبعي، الانفرادية تبعتي، طب أنا عمال بخل في قوانين مش أنا أوجدتها، أوجدوها أجدادنا العاقلين. محمد أنا ما قلتش إنه مش لازم يروح، أنا ما قلتش إنه هو بده يطمع ياخد أكتر، أنا بس بدي أعطيه فرصة محمد إنه يقول رأيه. بس هو عنده نموذج، بتخافش لما بني إن بدها تربي بنتها على إنها تقعد منيح، بدها تربي بنتها تحكي بصوت واطي، مهما تعيد للولد للبنت إشياء اللي العاقلين ذوتونا إياها، أنا بقولها أقعدي أنت منيح، أنا بقولها اضحكي أنت ضحكي اللي بدك بنتك تضحكها، أنا بقولها احكي أنت منيح. مش لما أجا أقول له اعذروني يا مستمعين أقول له انكب ولا احكي حكي مرتب، بص بالك بعيد عنك احكي حكي نظيف. أكم مرة قلت لك منضربش؟ هذا النموذج. أنا منضربش وأنا بضرب، نحكي حكي بذيء وأنا بدي ابني. فأنا بقول لك تخافش، يمكن اليوم ما يعملش زيك محمد، بس مش ممكن ينسالك إياها إنك أنت إنسان إيجابي مشارك. تخافش إسا، أغلب الأهالي بدهن إسا إسا، بقولن يا حبيبي وراءك إسا مش مصفطة، تتصفط شوي شوي. بما أنك عايش معاي، بما أنك يومي بشوفك كيف تقعد، كيف تحكي، كيف تتصرف، كيف بتعاشر، كل هذا الأولاد، وإحنا قلنا قبل شوي الأولاد أذكياء بيمتصوا كل هذا وبعدين بعكسه، يعني أتكل على ذكائهن. أنا أحيانا كتير بلاقي نفسي بلاقي جواب على سؤال بسأله. طيب عددي لي نماذج أخرى من كل ما يمت بصلة بكيف، يعني أنا لا أزال بقول لك أنا هذا الجانب أنا ضعيف جدا فيه، ولو تشوف قديش أولادي بعرفوا عني هذا، كون صادق وبقول لهم يا بي لو تبعدوا هاي الكاس عني، لو تبعدوا هذا الكاس اللي بدي اشربه ابعدوه عني، كاس المر. صاروا بيعرفوا وين الملعب تبع امهن، وين المأكم تبع امهن، وين الملعب تبع ابوهن، وين الملعب تبع اخوهن الكبير. وين انا بقول احنا كانه من قول بولادنا نعطيش اولادنا كانه مقدح، ومنفوت في راسهن اللي ذكرته. وأنا بحب أقتبس منك هاي العادات والتقاليد اللي ربونا عليها، إذا أنت مآمن فيها أنت عم بتطبقها وأنت حبيبها وأنت بتنعجق فيها، ابنك بالآخر بده يضل يذكرك بهالصورة الجميلة وبده ينعجق فيها. يا الله إلهام ما أهون الحكي، يا الله ما أهون النظريات، يا الله ما أهون إنك تحكي عن التربية الإيجابية. باجي بقولها وبجيب لها أسامي عظمة، يا الله شو بحب في كتاب كتبه ممثل لسه فايت عني، أعطاه لواحد عظيم مثل محمد، أعطاه لواحد عظيم مثل كلينتون، أعطاه لواحد عظيم مثل هذا الزنج اللي كان وزير الخارجية تبع بوش، أعطاه لواحد مخرج مثل المخرج تبعنا، وقال له اكتب اكتب كيف صفحة لك، اكتب عنك كيف صرت هالقد عظيم. أغلبهم محمد مش ممكن تصدق كانوا في ضائقة أو مثل ومثلك عاشوا في حياة طبيعية اللي فيها مرات كتير صناديق سود، نرجع نقول للصندوق الأسود. فتخافوش
تخافوش، لانه انت لهالام.